نعم. يلا خد أجاي على غرفته. تفضل. روح تفضل ابني. ارتاحوا لو سمحتوا. ليش واقفين؟ شريان ما تتضايقي، بس كان لازم تقنعي لبوشان إنه يجي ويحضر العرس. أنا عملت كل جهدي لحتى أقنعه، بس ما كان عم يسمع مني. ما عرفت شو بدي أعمل معه لسه. يلا مو مشكلة، أمار راح لحتى يحكي معه، بتمنى إنه يقتنع. اسمعي ما تعملي أي شيء، بيكفي تبعتي له رسالة فيها كلام حلو، هو أكيد رح ينبسط. لا ميشري، رسالة شو؟ بلكي كان مشغول هلأ، ما بدي أزعجه برسالتي. ما تاكلي هم، أنا متأكد إنه رسالتك ما رح تزعجه. ما تجبروني، خلص بقى ما رح أبعت له شي، ما تحرجوني لو سمحتوا. عفني، رسالة واحدة بس، يعني إذا كان مشغول أكيد ما رح يرد عليها. خلص بقى ما بدي. ميشري يلا ميشري هاتي الموبايل، ما بدي أبعت له شي، رجعي لي. يلا بعتي له. أنا ما عملت شي. تفضلي ميشري، يلي عملتوه معي مو منيح، أنا بفرجيكم. بس لحظة عفني. هاد ريشاب، مرحبا. كيفك؟ أهلين ستي. القدير يحميك. مرحبا. اسمح لي إني عرفك، هذا الشاب يلي واقف قدامك بيكون خطيبة لأفني، ريشاب. إيه ريشاب، هذا سيد أجارول أبو لسانجانا. ما في داعي، أهلا وسهلا، رح جيب لكم شي تشربوه. طلع كيف تغير وشها لأفني، فجأة صارت مبسوطة. تفضل هدول الثياب، جهز حالك. شو هالورطة اللي حطني فيها أجو؟ بسببه مجبور أعمل كل هالأمور. شو هاد؟ لحظة، هذا توب؟ كيف بدي